من حق جمهور الهلال أن يتفاعل، وهذا كان سؤالك، كيف نتعامل مع مباراة بواقعية بدون عواطف؟ إيه؟ من حق جمهور الهلال أن يتفاعل. الهلال الآن يملك أفضل توليفة في تاريخه، صحيح، في تاريخه من اللاعبين. أكيد الهلال مر عليه نجوم عظماء، لكن أتكلم عن توليفة كاملة في تاريخ الهلال لم تمر حقيقة. كلام ماجد في جزء من الصح لما يقول لك أنه يمكن في خمسة ستة ممكن يلعبون أساسيين مع فلامينغو، هذا يدعو للتفاعل، يدعو للمفخرة حقيقة، وهذا تكلمنا عنه حتى في الحلقة السابقة، أنه كلنا كسعوديين نفخر يعني بهذا الفريق اللي قاعد يشوفه العالم الآن. المهم بكرة أنا حقيقة سواء من إدارة الهلال، من لاعبين الهلال، من جمهور الهلال، تفاؤلكم يعني أمر يا طول العمر أقول لك أنه حق لكم بهالنجوم بهالفريق، لكن المهم أنك تلعب بكرة بإمكانياتك للند، أنك تلعب بكرة بكل إمكانياتك، أنك تقدم المستوى الرفيع المشرف، أنك تقدم المستوى اللي يبهر حتى خصومك يبهر البرازيليين. النتيجة كانت خسارة، تراك تلعب أمام فلامينغو، ما تلعب مع أي نادي. إذا فزت، هي ما فيها إلا فوز خسارة، إذا فزت فأنت ترى على فكرة حققت مجد تاريخي تستحقها التوليفة اللي ما عمرها مرت على الهلال. فأنت تعامل معها بواقعية في كل الحالتين. المهم أنت تشوف أن الهلال عنده الأدوات اللي ممكن تخليه يعبر مباراة فلامينغو. أنا أقول متى ما كان مؤمن فيها. أنا أقول عنده الأدوات اللي تخليه يلعب ند لند أيا كانت النتيجة. النتيجة يعني هذه ما حد يقدر يتكلم فيها. بس عنده الأدوات إنه يلعب ند لند. طيب خلينا نشوف. يعني